فؤاد كلمني عنك، مهتم بيكي خالص. تفضل استريح. اللي فهمته من الدكتور فؤاد انك بتشتكي من صداع وبتلاحظي اثار حاجات كتيره ناسياها. ايوه يا دكتور، واخر حاجه حصلت ان في جواب راح لرؤوف خطيبي، مامتي باسمي، لكن مش انا اللي كاتباه. الخط زي خطي تمام، وعلى نفس الاظرف والجوابات اللي بكتبها. مش فاهمه راح له ازاي. زواجنا محكوم عليه بالفشل. ما عدت استطيع خداعك. صديقتي ميرفت سوف تشرح لك كل شيء. لك صديقة اسمها ميرفت؟ ابدا يا دكتور. انت متأكدة؟ ايوه متأكدة. انت بتحب رؤوف؟ ده خطيبي. ايوه ما انا عارف، يعني بتحبيه؟ كانش في حد تاني في حياتك؟ لا. ورؤوف بيحبك؟ ايوه بيحبني. احنا هنحتاج لعدة زيارات اشوفك فيها لغاية ما نوصل للأسباب النفسية اللي بتسبب لك الصداع. أسباب نفسية؟ لا مش لازم تنزعجي يا ناهي. الأمراض النفسية منتشرة بين الناس زيها زي الأمراض العضوية تمام. ما نقعد مع بعض ونوصل لحل هتزول كل الأعراض اللي بتشتكي منها. أنا مش عايز أتعبك النهاردة، أشوفك يوم التلات. يوم التلات الساعة 7. الساعة 7 الصبح يا سيدي. حاضر يا فندم. ست ناهي، ما تجيبش سيرة الاسم ده على لسانك. اركب. بقول لك اركب. يلا انزل اقفل باب الجراج. ما اقدرش ما اقدرش يا ست ناهد. انت مش عايز تنسى ناهد ليه؟ ست هانم انت فاكرني عبيطة ولا ايه؟ ما بشوفكش وانت بتبص عليها من مراية العربية. عاجبك فيها ايه ناهد؟ ست هانم ما تخربيش بيتي. يعني عاجبك دمها تقيل وجوزها لشبرين؟ سليمان رايح فين؟ وطي صوتك يا ست هانم، حد يسمعنا. انت خايف، نفسك في ميرفت لكن خايف.
تعرفش ميرفت يا سليمان؟ ميرفت اللي مجننه الرجاله كلها. حورها لك. مش هتقدر تغمض عينيك.